صباح الخير عليكم، صباح الخير على جميع المشتركين والمشتركات. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم حندير تمرين 10 صفحة 30 السنة الأولى متوسط. بزاف طلبوا مني في لي كومونتير، نبدأ مباشرة. عندي هاي ليك العملية الأولى عندكم هنايا، هاي ليك 6.5 ناقص عدد يعطيني 13.0 حاجة. والعملية الثانية هاي ليك، العملية الثانية هاي ليك. نبدأ على بركة الله. يعني في هذه العملية كاين شحال من حل نقدر نديروه. على سبيل المثال، على سبيل المثال نقدر نحط هنا صفر ونقول صفر ناقص ثلاثة لا أستطيع، أستالف الواحد وأرجعه. عشرة ناقص ثلاثة سبعة، خمسة ناقص شحال باش يعطيني صفر، نزيد هنايا أربعة، أربعة زائد واحد يساوي خمسة، خمسة ناقص خمسة يساوي إلى الصفر، ستة ناقص ثلاثة تساوي إلى ثلاثة، واحد ناقص لا شيء يساوي إلى واحد. نقدر تاني نديرو بهاد لافاسون، ستة هكدا، وعندي شحال عندي ثلاثة وهنايا مجهولين، نقدر نقول باغ اكزومبل ستة ناقص ثلاثة تساوي إلى ثلاثة، خمسة ناقص خمسة تساوي إلى صفر، ستة ناقص ثلاثة وواحد. كانت هذه العملية الأولى. نروح للعملية الثانية، عندي سبعة ناقص اثنان تساوي إلى خمسة، ثمانية ناقص ثلاثة تساوي إلى خمسة، تسعة ناقص تسعة تساوي إلى صفر، وأربعة ناقص واحد يساوي إلى ثلاثة. كان هذا هو التمرين تاعنا تاع نهار اليوم. جيسبيغ تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.